السلام عليكم اخواني اخواتي، كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. الوصفه تاع اليوم هي وصفه جد بسيطه. هذه الوصفه هذه هي عباره عن بريوش. هذا البريوش هذا كنهديه للناس اللي كيعشقوا القهوه. هذا البريوش هذا غيكون بدو قهوه وناتيلا. المقادير تاعو جد بسيطه، يعني ماشي مكلفه. غادي نبدا معكم المقادير على بركه الله. غادي نحتاجو واحد 5 غرام ديال الخميرة حبيبات، غنحتاجو البيضة وحدة، غنحتاجو 40 غرام ديال الزبدة، غنحتاجو الناتيلا، غنحتاجو 100 غرام ديال السكر سنيدة، وغنحتاجو 10 غرام ديال القهوة سريعة الذوبان، وغنحتاجو 400 غرام ديال الدقيق، وغنحتاجو 200 مليلتر ديال الحليب الساخن. اول حاجه غادي ناخذ هذاك الحليب الساخن تاعنا، غادي نضيفوا ليه القهوه، كما كتشوفوا الحليب عندي ساخن باش دغيا تفاعل معاه القهوة ديالي. غادي نضيف معاه ديك الخميرة حبيبات 5 غرام، وغنضيف ليهم ديك 100 غرام ديال السكر سنيدة. على ما يتفاعلوا عندي هاد العناصر هادو، غادي نعاود نرجع معكم اخواني اخواتي. هانتوما اخواني اخواتي، غادي ناخذ ديك 400 غرام ديال الدقيق، غادي نضيف ليها هاد الخليط ديالي ديال القهوه مع السكر مع الخميره كما كتشوفوا. غادي نمزج الخليط ديالي، غادي نضيف ديك البيضه كما كتشوفوا، بعد اخواني اخواتي غادي نضيف ديك 40 غرام ديال الزبده اللي بقات ليا في الاخير. غنمزج العناصر ديالي حتى نحصل على واحد العجين. هانتوما اخواني اخواتي، كما كتشوفوا كنحصلوا على العجين على هذا الشكل هذا، يعني كتكون خفيفه. من بعد كنجمعو هاد العجين ديالنا، كنحصلوا على هذا الشكل. من بعد اخواني اخواتي غادي نخليها
درت هذا العجين تاعي بعد اخواني اخواتي. هاد العجينه تاعي غنخليها حتى الضعف اللي الضعف ديال الكميه ديالها. غادي نغطيها وغادي نخليها حتى تولي ضعفة، ومن بعد غادي نرجع لكم نكمل معكم البقيه ديال هاد البريوش ديال القهوه. ها انتما اخواني اخواتي كما كتشوفوا بعد ما ضعفات عندنا هاد العجين ديالنا، ناخذ واحد شويه تاع الدقيق. كما كتشوفوا غادي نقسم هاد العجين ديالي على 8 ديال الاجزاء. بعد اخواني اخواتي غادي نجمع هاد العجين ديالي على شكل كويرات. هانتوما اخواني اخواتي كما كتشوفون بعد ما كملت هاد الكويراس ديولي غادي نقرصهم غير هكا شويه في الوسط. غناخذ الناطيلا ديالي وغادي نوضعها هكا في الوسط كما كتشوفوا صافي. وغادي نجمع هاد البريوش تاعي على هاد الشكل هذا. كتشوفوا اخواني اخواتي غنعاود نرجعو على شكل الدائري. غنكرر نفس العمليه مع هاد الخبيزات اللي عندي كاملين. غادي ناخذ واحد جزء من الناطيلا وغنوضعو في الوسط. وغادي نجمعو على هذا الشكل هذا. من بعد غادي نرجعو على شكل دائري. غادي نكمل هاد التشكيله ديالي ونعاود نرجع معكم اخواني اخواتي. هانتوما اخواني اخواتي من بعد ما كملت هاد البريوش ديالي غادي نغطيه نخليه يرتاح واحد 30 دقيقه، ومن بعد غادي نرجع معكم نكمل معكم البقيه تاع تتمه تاع هاد البريوش هذا. هانتوما اخواني اخواتي من بعد ما ارتحت ليا
هاد البريوش ديالي واحد 15 دقيقه. غادي ناخذ واحد شويه ديال الحليب وغادي ندهنهم هكا من الفوق. الحليب بوحدو ما درتش معاه حتى شي اضافات. بعد اخواني اخواتي اي حاجه بغيتو تزوقوها بها من الفوق. اي نوع تاع السكاكر عندكم. بعد اخواني اخواتي غادي ندخلها للفرن على درجه 180 درجه لمده طهو من 20 حتى 25 دقيقه. ثم اخواني اخواتي كيف ما كتشوفوا يعني اي نوع من السكاكير كما قلت لكم تديروهم. بعد اخواني اخواتي ما غيجهزوا عندي هاد البريوش ديال القهوه بناتيلا، غادي نوريكم النتيجه الاخيره اللي حصلت عليها هاد البريوش ديالي. هانتوما اخواني اخواتي كما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال هاد البريوش تاع القهوه مع ناتيلا. كيف ما كتشوفوا كيجيو غزالين، نقول لكم على المذاق ديالو كيجي كيشهي، وخصوصا الناس اللي كيعشقوا القهوه غادي يعجبهم هاد البريوش ديال القهوه كتير كتير. كنتمنى انكم تجربوه وتردوا عليا في التعليقات ديالكم كيف جاكم هاد البريوش تاع القهوه. كما العاده كنشكر جميع الاخوان والاخوات اللي كيساندوني في القناه، وكنشكرهم جزيل الشكر على التعليقات الجميله تاعهم وعلى المساعده والدعم ديالهم. وكما العاده ما تنساونيش شاركوني مع الاصدقاء تاعكم اللي ما مشاركش في القناه، كنتمنى انه يشارك. وشكرا ومع السلامه.